طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبص على اكزامبل 11.5. ده بنعمل هيتنج للجليسرين في مالتي باس هيت اكشنجر. فالفرق بين الاكزامبل ده واللي قبله ان احنا دلوقتي عندنا مالتي باس، فهو مش بيور كو كارنت ولا بيور كاونتر كارنت. فزي ما انتم شايفين في الرسمه، الرسمه الموجوده هنا دي، عندنا بيحصل ان الجليسرين بيدخل وبيبقى فيه تو باسز للشل. فالشل اكنها مقسومه كده نصين، فبيدخل الجليسرين من هنا، بيدخل عند درجه حراره 20 فهو بارد، وبعدين بيمشي كده وبيطلع من هنا فبيطلع عند درجه حراره 50 فبيسخن 30 درجه. بينما بندخل ميه سخنه هي اللي بتسخنه، بتخش عند 80 وبيحصل فيه تو باسز للميه، قصدي فور باسز للميه، اثنين هنا واثنين هنا، فبتدخل الميه عند 80 وبتطلع عند 40. دي تمام. فهي طبعا الخطوط ملعبكه شويه، بس احنا ممكن نقول ايه، ان عندي تو باسز زي ما مرسوم هنا، تو باسز للشل للجليسرين واربعه باسز للميه. فبالتالي الايكويشن اللي استخدمها عشان احسب الكيو، لو قلت ان الكيو دي بتساوي اليو اوفر الهيت ترانسفير كوفيشنت في الاريا اوف هيت ترانسفير مالتبلايد باي اللوجاريثميك مين تمبرشر ديفرنت، ده هنا عشان احسبها لازم احسبها بالكاونتر كارنت، وهنا اضربها في فريكشن فاكتور. كويس، فهحسبها كاونتر كارنت واضربها في فريكشن فاكتور. تمام، فادي الايكويشن. فبس فهو بيقول لي ان انا عندي مش مديني الفلو ريتس، بس بيقول ان الهيت ترانسفير كوفيشن اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشن ده ب 25 وات بير متر سكويرد كلفن، والاريا لا اسف هو مش مديها كده، هو مدي كونفكشن هي ترانسفير الاتش عند الشيل سايد او سايد التيوب دي اللي هي بتساوي 25 وات بير متر سكويرد كلفن، وبعد كده 160 عند التيوب سايد، فالاتش ان بتساوي 160 وات بير متر سكويرد كلفن، والتوتال لينث اوف ذا تيوب 60 متر، الال بتساوي 60 متر اللينث بتاع التيوب اللي جوه. فلو احسب الاريا، الاريا يساوي باي في دي في ال، فهو لازم يكون مديني دايمتر قال لي 2 سنتيمتر دايمتر. 2 سنتيمتر. كويس، فانا ممكن احسب الاريا. ممكن احسب الاريا، محتاج احسب الدلتا تي ريليتيف مين والفريكشن والكوركشن فاكتور، الكوركشن فاكتور والاوفرول هيت ترانسفير كوفيشن. فالواحد على يو هتساوي واحد على اتش ان زائد واحد على اتش اوت. ده assuming ان انا السيكنس بتاع التيوب صغير جدا والكوندكتيفيتي بتاعتي عاليه، فبالتالي مش هحط الكوندكشن معايا في حسابات اليو، فممكن احسب اليو من الاثنين دول. كويس، والدلتا تي اللوجاريتميك مين هتساوي فرق التمبرتشر في دول وهنا، ففرق التمبرتشر هنا 20 وفرق التمبرتشر هنا 30. كويس، فهي 30 ماينس 20 على اللوغاريتميك بتاع 30 على 20، فممكن احسب اللوغاريتميك مين تمبرشر ديفرنس. يبقى ناقص الفريكشن، قصدي الكوركشن فاكتور. الكوركشن فاكتور عشان احسبه محتاج ان انا استخدم الشارتس، ففي شارتس موجوده للحالات المختلفه. موجوده هنا في الكتاب. فاحنا عندنا الحاله الاولانيه دي بيقول ايه 1 شيل باس، لكن انا عندي هنا 2 شيل باسز. فالحاله الثانيه هي 2 شيل باسز، وممكن يبقى عندي 4 8 12 اتسترا مالتيبل اوف 4 تيوب باسز، وده الواقع عندنا، هو ده الرسم بتاعتي بالظبط. بس فانا محتاج احسب البي، بي بتساوي تي 2 ماينس تي 1 على تي 1 ماينس تي 1. فتي 2 التي الصغيره بتاعت التيوب. كويس، فالتيوب اللي هي الميه فخارجه عند 40 وداخله عند 80. بينما التي 1 الكبيره بتاعت الشل داخله عند 20، ال 1 يعني الدخول ماينس داخله الميه الووتر داخله عند 80. كويس، ف 40 ماينس 80 بماينس 40، وهنا يبقى 40 على 60 يعني 4 على 6. تمام، 4 على 6 يعني تلتين، 0.67. فممكن اجي هنا في الرسمه دي عند 0.67 وارسم خط لفوق. بس طيب عايزين نحسب الار بقى عشان نشوف اني واحده من الكيرفات دول نقف عندها. فالار هي بتساوي تي 1 ماينس تي 2 على تي 2 ماينس تي 1. تي 1 الكبيره اللي هي في الدخول بتاعت الشل 20 ماينس تي 2 50
على تي 2 الصغيره اللي هي الخروج بتاعت التيوب كانت 40 ماينس تي 1 80 بتساوي 30 على 40. 30 على 40 يعني بتساوي 0.75. فاشوف اني واحده في، انا عندي هنا 0.8 و 0.6 فاخد تقريبا قريب من 0.8 وهنطلع من 0.67 مع 0.8 فتقريبا 0.9 او لو هي اعلى من 0.8 شويه يبقى 0.92 مثلا او 0.9. فالكوركشن فاكتور هيبقى 0.91 وبالتالي هو ده اللي طلعه في الكتاب. فهي دي اللي هنستخدمها هنا. خلاص يبقى ممكن احسب الكيو دوت. هو برضو بيقول لي كان حصل فاولينج بعد شويه ومديني قيمه الفاولينج فاكتور ده. فالفاولينج فاكتور ده هنستخدمه ازاي؟ هنقول ان احنا واحد على يو زي واحد على اتش ان بلس واحد على اتش اوت بلس الفاولينج فاكتور ده. ده لازم اخده في الاعتبار، فده هي يعني هيقلل شويه الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشن لان بيزود ريزيستنس. واعيد نفس الحسابات مره ثانيه مش هتطلع فرق كبير يعني. شكرا.